أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن عدد النازحين في بيروت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير هو الأكبر من نوعه. وخلال مؤتمر صحفي أشار مولوي إلى أهمية الوحدة الوطنية في حماية لبنان من مخاطر الحرب والفتنة. الوضع الأمني هو مسؤوليتنا ومسؤولية الأجهزة الأمنية ومسؤوليتكم. الفتنة ما لها محل بيناتنا، فتنة ما لها محل بين اللبنانيين. وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بدهم يساعدونا، لأنه نحن هيدا، لأنه لما بيساعدونا بنكون نحن قطعنا نص الطريق، لأنه نحن هدفنا وهدفهم لبنان، هدفنا وهدف كل اللبنانيين لبنان. ما بدي برجع بشدد، ما بدنا نترك مجال للفتنة.